ضباط دون تحديد الجهات ودون تجريدهم من الرتب والنياشين. أنا مستر الرتب والنياشين دي بيبقى عليهم كده إيه؟ في رتب وفي نياشين هو أخدها من الجيش، زي مثلا ضابط بقى صول بقى عقيد بقى كذا بقى لواء، تمام؟ هيشيل منهم الكلام ده وهننفيهم، بس عمره ما يعرفش الإيه؟ المكان بتاعهم، ما يعرفش المكان إيه؟ بتاعهم. عشان كده وصلوا الحل إيه؟ وصل. هنا بقى في سؤال في الحتة دي يا مستر، عايز أعرف في هنا لموقف القنصليين موقفهم متناقض، موقفهم ايه؟ مع ايه؟ هم هنا رفضوا صح؟ وبدأوا يشجعوه على الايه؟ على الرفض. ده موقف متناقض مع ايه؟ كان يشجعه على قبول ايه قبل كده؟